كتير من الملايين بيعانوا، يقولوا بشرتنا حساسة، بيجي فصل الصيف ما بنعرفش نتعامل، يا ترى نحط واقي شكله ايه، يا ترى نتعامل مع المية السخنة والساقعة شكلها ايه. أسئلة كتير وأسئلة كتير على صفحتنا على الفيسبوك الحقيقة، مستنيين يعني إن شاء الله تليفوناتكم أو كومنتاتكم عشان نقدر نرد عليكم. معانا النهاردة دكتورة مروة محمد رحاب، استشاري الأمراض الجلدية، أهلا بيكي. أهلا بيكي، أول مرة في الستات منورانا. الله يخليكي يا رب. دكتورة مروة، عرفينا التوصيف العلمي كده للبشرة الحساسة ايه هي؟ البشرة الحساسة دي بمنتهى البساطة هي بشرة من اسمها فيها حساسية زيادة. حساسية لإيه؟ للبرد، للحر، للعرق الزيادة، لأشعة الشمس. تمام، بتيجي العيانة أو بيجي أي واحدة تيجي تشتكي تقول لي إيه، أنا على طول حاسة إن وشي بيحرقني، حاسة إن وشي بخرج في الشمس، أحس إن هو بيبقى صهدان، طبعا حاسة ما بتجيش للدكتورة الا لما تحس بالظبط لما ان تحس الدنيا الموضوع باظ اتبهدلت، منها، يعني الموضوع بطلع ما بقدرش اقعد في الشمس اكتر من نص ساعه، احس ان انا وشي احمر قوي، بحس ان انا وشي بيحرقني، بحس باكلان فيه. فده طبعا بيبقى له عايز علاجات وعايز الناس اللي عنايه بتحط جامده مكياج جدا. وتخرج برضو في الشمس بالظبط، ده دي مشكله خطر كبيره. هي المشكله بالظبط. في اللي بتستخدم حاجات مش مناسبه لبشرتها، يعني لكن البشره في حاجات الحساسه مناسبة اكيد للبشرة طبعا، حتى لو حطت مكياج حتى وطلعت في لو حطت الشمس. ميك اب طبعا طب اكيد ازاي هنتعامل بقى؟ يعني داخلين على ايام صعبة وحر جدا، اكيد. البشرة الحساسة تتعامل مع هي نفسها بصي ازاي؟ الاول، يعني انا بتجيلي عيانه طبعا احنا بنديها حاجات اللي هي تهدي الوضع او تحسن الوضع، يعني المفروض مثلا الكلينزر او الغسول اللي هي بتستخدمه يعني هي قبل ما تجيلك هتعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي هي تعملها عشان ما تتعبش، عشان ما عشان تتعبش. تحافظ على بشرتك؟ بالظبط، احنا بنبتدي زي بروجرام كده يومي. اولا لازم ان احنا في كلينزر مخصوص او غسول مخصوص للبشره الحساسه. طبعا دلوقتي في كلينزر مخصوص للبشره الحساسه، ده احنا مش بنشطف بعده بالميه، ده بيبقى احسن كتير، لان انا كده ريحت وشي من الميه السخنه قوي والميه الساقعه قوي والرابنج اللي وانا انا بدعك في وشي، فده انا ريحت وشي من الكلام ده كله. في مفروض كريمات مرطبات، دي المفروض ان انا بمشي عليها على طول، بعد ما تنظف بتعمل بكريم المرطب. مرطبات ده لازم، وبرده مرطبات مخصوصه للبشره الحساسه اللي فيها حساسيه زياده. رقم بقى واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، واقي الشمس. لازم ناخد واقي شمس يكون معامل الحمايه اللي فيه، يعني اللي هو اعلى حاجه، طبعا اعلى حاجه دلوقتي موجوده في السوق اللي هو الاس بي اف 100. ده لازم، يعني ده احنا خدناه رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لان طبعا احنا في الصيف دلوقتي الحساسيه بتاعت البشره حتى الناس اللي بشرتها عاديه بتبقى فيها نسبه حساسيه زياده للشمس. طب لو البشرة الحساسة، صاحبة البشرة الحساسة، حطت الواقي الشمسي ده وحطت ميك اب فوقي، عادي ينفع مفيش ولا مشكلة. بيتفاعل مع لا مش بشرتي؟ بيتفاعل، وفي انواع واقي شمس كمان هي معمولة على هيئة الميك اب، يعني بتبقى زي بتبقى الباودر، زي بتبقى زي البيز او الفاونديشن بالظبط، الفاونديشن. فدي بتبقى كويسة قوي ليها. اهم حاجة يكون الرقم بتاعها اللي هو الاس بي اف بتاعها اللي هو اعلى حاجة موجودة. تمام، تمام. ولازم بيتحط كل ساعتين. تيجي عيانة تقول لي انا بحطه بقى وبنسى نفسي طول النهار، ما انت كده بعد ساعتين ولا كأنك حط حاجة على وشك. هي في الأول كل ست بتعرف بشرتها ولا لازم الدكتورة هي اللي تحدد لا لها انت هو بشرتك يفضل حساسة؟ طبعا ان هي يبقى عن طريق طبيب، لان مفيش في طريقة بشره، تعرف لا بيها في في بشره البيت؟ مختلطه، وساعات البشره بتتغير، يعني مثلا تلاقيها بشره دهنيه تقوم جايه قلبه دهنيه حساسه، فاحنا في الحاله دي بتعاملها على اساس انها بشره دهنيه، بس ده غلط، هي المفروض تعاملها على اساس انها بشره حساسه. طيب تمام، يبقى اعرف الاول عشان اعرف اتعامل ازاي. بالظبط معانا كده. اول تليفون رضوى. مساء الخير يا رضوى. رضوى مساء الخير. طيب معانا مين؟ معانا نادية. مساء الخير استاذة نادية. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته، السلام. ازيك؟ اتفضلي نادية بسؤالك. دكتور الو، مروة ممكن معاكي. اكلم الدكتورة؟ دكتورة مروة معاكي معاكي يا يا حبيبتي، نادي. اتفضلي. الو، السلام عليكم يا دكتورة. عليكم السلام. سؤالك ايه يا حبيبتي؟ انا كنت عايزة اسأل الدكتورة بس عن الحقن في الوش. انا كان عندي جرح قديم وبعدين مكانه ابتدي شوية، فكنت عايزة اعرف ممكن ينفع حقن؟ طيب يا جرح ريت ترجعي قديم. تتصلي بينا تاني عشان السؤال ما كانش كامل، يعني تمام. الحقن لجرح هي قديم. بصي الجروح طبعا بتختلف، يعني احنا بنعالج الجروح بكذا طريقه. بالظبط. في جروح مثلا حاجه بتكون تبقى عاليه عن الجلد، دي ممكن تبقى عامل حاجه اسمها الكيلويد، ده بيبقى زياده في حتى نشاط لو عدى عليه الكولاجين. سنين زي ما هي بتقول، يعني حتى كام لو سنة؟ لا ما هو مش سنين قوي، احنا يعني ممكن في ناس تقعد معاك الكيلويد ده بالسنه وبالسنتين، ده بنعمل لهم علاجات حقن وممكن نعمل ليزر. تمام، في ناس عندها الجروح اللي هي عامله زي جروف او عامله زي
مطب كده حفر. في الجلد، حفر على حسب بقى الحفره دي قد ايه. في ناس تمام، بنعملها ليزر، بس كله الحمد لله يعني بشرة لا خير، يعني يعني بس ممكن برضو يبقى فيه في نتائج ناس كويسة. متخيله ان الليزر ده او الحقن ده ان هو ماجيك، اللي هو بقى اخش من الباب ده هطلع من الباب التاني. لا ممكن تاخد لا، هو وقت، لكن بياخد النتائج نسبه تحسن، انما مش بيروح بتتحسن بشكل 100%، كبير. يتحسن 70 80% طب بتهيألي معانا نسبه تليفون معقوله. تاني، تليفوناتك بقى ما شاء الله يا دكتورة مروة. معانا وفاء، مساء الخير. ايوه، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته وفاء، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتور، ان انا كنت سمعت في احد البرامج يعني من دكتوره برضو، ان في حقن بتتاخد لتفتيح البشره درجتين ل4 درجات. الابر دي بتتاخد مثلا لمده شهرين، كل اسبوع ابره، فهل دي صح او هي مثلا فيها ضرر او كده يعني؟ طيب ده احنا، سؤالك خلاص؟ عايز تسألي حاجة دكتور لا مروة؟ انا عرفت هي نشكرك قصدها على جدا يا ايه. وفاء، شكرا على تليفونك، بصي، اتفضل. هي الحقن دي مش بتلعب في الصبغه، الحقن دي بيسموها حاجه مضادات للاكسده، تمام؟ يعني بتشيل السموم يعني اللي في الجسم. فترجعنا للون، لو كنا غمقنا شوية لا هي مش ترجعنا بتلعب في الصبغه، هي بتشيل ما السموم، فتحس ان وشها كله نور. هي فعلا بتاخد 8 حقن، تمام، حقنه كل اسبوع، بس لازم بعد 8 حقن بتاخد حقنه مره في الشهر عشان تحافظ على النتائج اللي وصلت لها، تمام تمام. تمام انما هي يعني مش تفتيح، مش ماده تفتيح، هي حتى اسمها الجلوتاثيون، اللي هي ده بالظبط، مضاد اذا حد للاكسده. قال لها كده يبقى ده لا كلام هي مش مش مظبوط. بتفتح، تحس ان انت وشك بقى فيه نضاره او نور، بالظبط، انها مش تفتيح في الصبغه. دي مهمه قوي عشان في ناس صبغة بيفهموا الله، ما فيش احسن من بالظبط. كده صبغة يعني. معانا بسنت، مساء الخير. الو، ازيك يا بسنت؟ الحمد لله تمام. ايه يا حبيبتي سؤالك، اتفضلي دكتورة مروة معاكي. لو سمحت كنت عايزة اعرف بس. الو، ايوه اتفضلي بسنت. لو سمحت كنت عايزة حاجة تفتح لي البشرة. حاجة لتفتيح، لسه بنقول مش انت تفتيح يعني، عندك بيدي نضارة كده. بالظبط عندك كام سنة يا بسنت؟ انت عندك كام سنة؟ صوتها انا صغير. عندي 15 سنة. خمستاشر، باين صغير. انت تمام، عندك بقع 15. يا بسنت، ولا انت عايزة حاجة يعني تفتيح عام للبشرة، يعني وشك حتت وحتت يعني في ولا بقع؟ كل ولا انت عايزة تفتيح للوش كله عادي؟ لا، عايزة تفتيح للوش كله. طيب تمام طيب يا بسنت، تمام شكرا دكتورة طبعا. مروة. هي يعني الناس بسنت فاكرة ان هي تغير اللون زي ما حضرتك بتقولي، ده بالظبط. لا مفهوم لا لا، خاطئ. هي طبعا بسنت لو هنتكلم على الوش، طبعا رقم واحد برضو واتنين وتلاتة واقي الشمس. ليه؟ لان انا دلوقتي لو انا بحط كريم تفتيح من غير واقي شمس، انا لوني هيفضل زي ما هو، مش هيفتح. فلازم انا دلوقتي بحط واقي الشمس، لان احنا عندنا الشمس طبعا بتاعتنا دلوقتي، احنا يعني بنصنف دلوقتي ان الشمس بتاعتنا بالحارقة، فلازم والبنات واقي طبعا الشمس. بيشوفوا اعلانات تفتيح البشرة بالظبط يعني بيجننوا تمام. وعايزين سنها بقى صغير، ففي كريمات معينة بتتحط فيها مواد طبيعية، يعني فيها مادة الأربيوتين، فيها فيتامين سي، في كريم بيتحط فترة النهار، وفي كريم بيتحط فترة الليل، تمام. بيتعمل في كريمات بتاعت بالليل دي بتبقى فيها نسبة تقشير، حاجة خفيفة، بيلينج شوية، فبتجيب نتائج حلوة قوي، تمام. احنا بس معانا حاجات تليفون طبيعية. تاني ولا ناخد فاصل؟ معانا تليفون تاني؟ طيب نطلع. معانا رضوى، مساء الخير يا ألو، رضوى. مساء النور منى، ازيك؟ عاملة ازيك ايه؟ يا حبيبتي؟ الحمد لله، ازيك؟ اتفضلي. ايه سوري؟ أنا كنت عايزة أسأل الدكتور، أنا كان جالي حساسية في الحمل وسبب لي علامات كتير قوي في جسمي، علامات ده يعني الحقيقي. أكنها مغص سودا. ما سمعناش جالك ايه في الأول دكتور، ما سمعت. تلف، حساسية في الحمل، حساسية أثناء حساسية. الحمل. حساسية جامدة قوي، فسابت علامات سودا في جسمي كله. اوكي، تمام. انا اصلا من وانا صغيره لما كانت بتقرصني اي حاجه كانت دايما بتسيب علامه وتروح بعد فتره طويله، بس دي بقى كانت حساسيه في الجسم كله فسايبه نقط كتير قوي، فانا مش تمام. عارفه اعالجها ازاي. انا كنت بحط طيب اليونيفون دوت بس ما بيديش اي افكت. لا لا شكرا خالص. يا رادو. هناخد تليفون تاني. امال، وقبل الفاصل امال، مساء الخير. ازاي حضرتك؟ اهلا، دكتوره. اتفضلي دكتوره مروه، معاكي يا دكتور، اتفضلي يا مدام امال. دكتوره اهلا بيكي. بعد اذنك، عندي بنتي عندها 20 سنة، بس عندها يعني حبوب بسيطة بس بتحس شباب جامد يعني. تمام. طب الخط اتقطع، حب يا ريت شباب. تتصلي بينا تاني بس، وهنرجع نجاوب على كل الأسئلة بعد الفاصل مع دكتورة مروة محمد رحاب، أستاذة الجلدية. ترجمة
رجعنا تاني مع حضراتكم نواصل فقرتنا الطبيه مع دكتور مروه محمد رحاب استشاري الجلديه. وطبعا تليفونات كتير والفيسبوك الصفحه بتاعتنا مقلوبه الحقيقه، في اسئله كتير، بس عايزين نرد على كان قبل الفاصل رضوى سؤال حساسيه اثناء الحمل وعملت علامات في الجسم كله، وهي من صغرها جسمها حساس يعني اي اصلا. دي تبقى طبيعه جلد على فكره، يعني مهما عملنا هي برضو جلدها هيعمل نفس السبب. دي عايزه كريمات بس عايزه وقت طويل، وممكن في بعض الاحيان بنتدخل بالليزر، بس برضو للامانه بتتحسن، انها مش بتروح 100%، بتحسن 70-80% برضو، نسبه كويسه معقوله. كويس جدا. طبعا سؤال امال ما كانش كامل، الخط اتقطع. معانا تليفون ام مروان. مساء الخير. عليكم السلام. ام عبير. دكتوره لو سمحتي. اتفضلي. لو سمحتي دكتوره. خير. انا عندي جرح من 17 سنه. من 17 سنه. كل ما اروح لدكتور جرح في وشي. تمام. كل ما اروح لدكتور يقول لي لا ما ينفعش المثانه بتاعت الوش قفلت وكلام من دوت، ما ينفعش اني اعمل لك عمليه. ممكن تروح 50% تروح و 50% ما تروحش. وزي ما انت عارف حالتي النفسيه برضو كل واحد يعني متضايق وكده، كل ما اروح لدكتور دكتور واثنين ان انا اروح له ونفس الكلام هو يقوله. عايز تساليها سؤال دكتوره مروه؟ طيب شكرا ام مروان. طبعا انا وبرده اضيف لده سؤال جالنا في الفاصل، حد برده بنته وقعت وهي صغيره وعندها فتحه في الحاجب بسبب ندوب. يعني هو انا بتالي بتاع الحاجب ده هو اظن مفيش شعر في الحاجب، يعني مكان الخياطه مفيش، للاسف ده مش هيطلع تاني، مش هيطلع فيتصلح بحاجات تانية. حاجات تانية بالظبط كده. طيب بالنسبه لام مروان، طبعا انا مش جراحه، يعني احنا جلديه مش جراحه، انا اللي ممكن اتدخل بيه الليزر، والليزر بيحسن 70-80%. انا ما اعرفش بقى، انا ما شفتهاش. بس طبعا هي لازم الدكتور جراحه هو اللي يقول لها، فهو اللي يقول لها اذا كان الموضوع ينفع بالجراحه او مش ينفع. ان شاء الله ينفع. ابشري يا ام مروان ان شاء الله. عندنا الاسئله بقى على صفحتنا على الفيسبوك الحقيقه. اياد وائل بيقول انا عايز علاج للنمش اللي في الانف، هل في كريمات مثلا بتضيع النمش؟ اكيد طبعا، بس لازم واقي الشمس، لان النمش ده ممكن يكون وراثه وممكن يكون حساسيه مفرطه في البشره لاشعه الشمس او الالترا فايلوت عامه، على حسب هيبقى العلاج. في نقطه مهمه قوي عايزه اقولها، في بعض الناس تيجي تقول لي انا مش بحط سان سكرين، انا ببقى قاعد في العربيه وقافل الازاز وماشي مش محتاج سان سكرين او واقي شمس. لا، احنا المشكله مش في الحراره بتاعه الشمس، المشكله في الالترا فايلوت. يعني حتى لو انا قاعد في العربيه، الميعاد بتاع الشمس، الالترا فايلوت الاشعه اللي هي فوق البنفسجيه، فيها ليها اوقات بتبقى جامده ليها اوقات لا، هي بتعدي من الازاز كمان. يعني انا حتى لو قاعد في العربيه وقايد التكييف والتكييف ثلج والاشعه داخله على جسمي، لازم احط واقي الشمس، مفيش حاجه اسمها اصلا قاعد مهم قوي. طيب اسمحي لنا، في تليفوناتك كتيره ما شاء الله. مها مساء الخير. الو مساء النور. ازيك يا مها؟ انا مدام منى. ازي حضرتك؟ ازيك يا مها؟ الحمد لله تمام. سؤالك. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ هي معاكي الدكتور، اتفضلي. اوكي دكتور مروه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. شوفي انا بتابعك بقالي كتير وبقالي مده عاوزه بالبلدي كده اقفشك في اي قناه علشان اعرف العنوان بتاع العياده ورقم التليفون. احنا جبناها لك اهو يا ستي، كلمي بقى. مبدئيا انا بس عندي سؤال بعد اذنك. بصي حضرتك، انا لسه معاكي دلوقتي بتقولي ان حضرتك مش دكتوره جراحه. بالظبط كده. انا هستشيرك في حاجه بسيطه، وبعدين ان شاء الله لما بقى اجي حضرتك العياده باذن الله نبقى نتكلم بقى في ايه بقى السؤال بسرعه عشان الوقت بيجري. طيب السؤال بسرعه، عارفه حضرتك الصباع لما الضافر بيقول عليه بيدوحس او حاجه كده؟ ايوه. ويبتدي الضافر يعني تقريبا ما يبقاش شكله طبيعي. تمام. يبقى بيألم وبقى الصباع شكله مش طبيعي خالص. ده بيسموه انديوريتد تو. ده في الايدين ولا الرجلين؟ بيبقى الضافر طالع يعني بيغرس في اللحم. بالظبط، بيبقى شكله مش طبيعي خلاص، الصباع بيبقى شكله مش طبيعي. بالظبط. ده يحصل فيه اعاده بناء او عمليه بسيطه ترجع الضفر بشكل طبيعي تاني. ايوه مظبوط. غير الم وبشكل طبيعي. بصي انت بتروحي لدكتور جراح فبيشيل لك الجزء اللي هو مش مظبوط، يعني هما ليهم طريقه معينه بيشتغلوا بيها. نشكرك يا مها. ظبط الدنيا. نشكرك يا مها عشان الوقت. شكرا على تليفونك. معانا ايلاف كمان. ايلاف مساء الخير. ايلاف. السلام عليكم. ازيك يا ايلاف؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله تمام. قول لنا سؤالك بسرعه. انا عندي بشتكي من مشام واسعه قوي في بشرتي. وعندي بثور بيضاء، فانا نفسي اني اعالج البثور دي والمشام الواسعه لو سمحتي. طيب تمام. وعايزه الدكتوره تقولي لو في اي كريم يعني استخدمه، مع ان انا بستخدم واقي الشمس بس مش بيعمل حاجه. انت بشرتك ايه لو ما الدكتور شافك؟ دهنيه. طبعا انت عارفه الجو في اسوان حر جدا، عايزه بروتوكول. بنحييك والله. عندك كام سنه يا قمر؟ انا عندي 25. 25 سنه. ودايما بشرتي كده مش مشدوده وفيها ترهلات جامده، فانا نفسي ان بشرتي تبقى مشدوده يعني.
برافو عليك، بنشكرك لاهتمامك يا الاف، وحيينا كل اهل اسوان جميعا وزاد حسناتهم الحر العزيز. هي طبعا عايزه بروتوكول متكامل، لان هي طبعا سنها لسه صغير 25 سنه، عايزه غسول مخصوص للبشره الدهنيه. عرفتي انها دهنيه؟ هي قالت بيضة. بالظبط، لان دي غالبا بيسموها اللي هي رؤوس البيضه. تمام. فدي برضو في كريمات معينه مفروض ان هي بتاخدها للرؤوس البيضه بالاضافه للغسول، بالاضافه طبعا انت في اسوان لازم واقي الشمس الخاص بالبشره الدهنيه اللي بيبقى فلويد او يعني بيبقى خفيف. وطبعا المسام في كريمات مخصوصه كمان بتقفل المسام، والليزر ده طبعا التوب بتاعهم اللي هو احسن حاجه. في سؤال جيلنا في الفاصل بيسالوا عن عين سمكه، في حاجه اسمها عين سمكه ولا الناس اخترعت؟ لا، في عين سمكه ده نوع من اللي هو بيسموه الصنت. الصنت. بس احنا عين السمكه ده اما بيجي في الرجل بيجي من ايه؟ من لبس الجزم على طول؟ ده بيبقى هو فيروس، نوع فيروس. ده فيروس عادي عدوى. هو الفيروس عدوى، ممكن يكون واحد الاميونيتي بتاعته او مناعته قليله وجاله. بالظبط، نهتم بالمناعه والتغذيه. بالظبط. في سؤال على الفيسبوك على صفحتنا، سوما جمال بتقول ان هي عندها اثار حب الشباب، لو تقول لنا سريعا برضو لان ده عايز حلقه حب الشباب. اثار حب الشباب سريعا جدا، بنعالج طبعا الليزر ده. ماسكات كتير قوي ما عملتش. لا، الماسكات مش تعمل حاجه، لان احنا حب الشباب عندنا الاثار بتاعته اشكالها كتير قوي. تمام، عندنا انواع ليزر تقشيري وغير تقشيري على حسب نوع الاثار اللي عندها، بنحدد نوع الليزر اللي بتستخدمه. طيب اسمحي لي ناخد تليفون تاني. ساره من القاهره، النهارده يوم تليفونات، يعني معاكي الدكتوره مهروه. يا ساره مساء الخير. ساره وطي التلفزيون شويه عشان تسمعينا، بس اسمعينا من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته، ازيك يا ساره؟ الله يخليك. قولي لنا سؤالك بسرعه. انا بشرتي دهنيه وفيها بقع كده سمراء، واستعملت حاجات كتير قوي، وفي الاخر سابت لي بقع سمراء وفي الابس وحوالين بقي بقع سمراء. والرقبه استعملت حاجات كتير قوي مش عايزه تروح. طيب يا حبيبتي هنرد على سؤالك. معانا تليفون تاني. معانا سمر ولا مين؟ معانا مين يا استاذ فتوح؟ يا استاذ مربت. يا استاذ محمد معانا مربت. مساء الخير. الو، مساء النور. اهلا بيك يا بنت. يا منى عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لحضرتك ممكن بس اكلم الدكتوره؟ دكتوره مروه اتفضلي. بصي حبيبتي، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. بصي انا ابني عنده 24 سنه. تمام. هو عنده اكزيما، وديته انا لدكتور جلديه قبل كده وقال انه عنده اكزيما في شعره. تمام. اكزيما دهنيه غالبا. صعبه قوي. اكزيما دهنيه اسمها؟ يعني شعره قشره عامله زي القشور الدهنيه الجامده اللي بتطلع. تمام. للبيبي في مصر. وخد علاج مع الدكتور؟ فهو قال لي ملهاش علاج. طبعا الحكايه دي مأثرة جدا على نفسيته، وبعدين طبعا كمان شعره بيقع جدا. وهو طبعا بقى مش قادره اقول لحضرتك نفسيته عامله ازاي، فايه العلاج او ايه الطريقه اللي ممكن، يعني لو في حاجه حديثه نزلت لو. حاضر يا مدام مربت، هنرد على سؤالك. شكرا لحضرتك. معنا سحر من البحيره، النهارده المحافظات كلها مع دكتوره مروه. سحر مساء الخير. مساء النور. ازيك يا سحر؟ عليكم السلام. الله وبركاته، اتفضلي سؤالك. الحمد لله يا حبيبتي. تتكلم الدكتوره؟ معاكي دكتوره، اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي. انا سني 24 سنه. تمام. والده مرتين، طلع لي كلب بعد كل ولاده، وعندي حب الشباب برضو اثاره، ومش عارفه اعمل ايه، واكتشفت كتير يعني، خدت كيرنات. طيب الكلف اللي بعد الولاده برضو احنا اتكلمنا عنه، بس هناخد نجاوب. معانا مين؟ ولاء من الاقصر كمان. الاقصر واسوان النهارده متالقين. ولاء مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي اهل الاقصر؟ تمام الحمد لله. انا اول مره اشترك في برنامج وكده، بس انا عندي مشكله ان شعري بيسقط وكده دايما. شعر بيسقط، عايزه حاجه ان هي الشعر ما يسقطش معايا وكده. طب يا حبيبتي حاضر، بس كده سؤالك يا ولاء؟ انا مبسوطه جدا ان انا كلمتكم. احنا اكتر. مين على المفيده الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك، بشكرك يا ولاء. ناخد بقى من اخر سؤال ونطلع. ولاء بتتكلم عن الشعر. طبعا هي طبعا في معلومات كتيره قوي ناقصه، المفروض هي تقولها لنا. العامل الوراثي، يعني عندها حد في العيله نفس المشكله. لازم حاله زي دي لازم بنعمل لها تحاليل شامله. فيها صوره دم كامله والغده والهرمونز والكلام ده كله، بعد كده في الاخر بنحدد العلاج اللي ممكن تاخده ايه. طبعا ده قصه طويله قوي، فعايزه طيب وقت شويه. مهم قوي، ما ينفعش علاج على التليفون كده. سحر من البحيره، 24 سنه، ولدت مرتين، والكلب برده احنا اتكلمنا عنه نفس الكلام. دي عايزه برضو واقي شمس وكريمات، وكريمات خاصه بيها. ودلوقتي طبعا كريمات اتطورت، كريمات طبعا اتطورت، يعني احنا بناخد كريمات لعلاج الحبوب اللي موجوده فعلا ولعلاج الاثر.
لو هي مشي طبعا المفروض هي بتروح لدكتور بيشوفها بيشوف النظام اللي هي مشيت عليه هل كان مناسب لبشرتها ولا لا. ما كانش كده بنبتدي بقى العلاج من اول جلسات البيلينج او التقشير لغايه الليزر. طيب مدام ميرفت بتقول ابنها 24 سنه واكزيما الاكزيما الدهنيه في الشعر. لا هي الاكزيما الدهنيه بتبقى عنده الغدد الدهنيه بتفرز كمية دهون زيادة فبتقلب معانا بإكزيما, وده على فكرة بيجي في الوش وبيجي في الشعر برضه. تمام. هي المشكلة طبعا دي حاجة كرونيك يعني فعلا زي ما الدكتور قال مش بتخف بس ممكن تقل كتير قوي 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 مع العلاجات. تمام. سارة من القاهرة بتقول بشرتها دهنية بس عندها بقع سودة يعني او ده برضه نفس السؤال على فكرة اللي هو بتاع حوالين البق دايما بتيجي ديت مشكلتها في حاجة غالبا هي حطت كمية كريمات كبيرة مش مناسبة لبشرتها. حضرتك تفتكري في الفاصل قلت في ناس بتعمل بتاخد كريمات او بتعمل حاجات للبشره الدهنيه فالبشره الدهنيه تتقلب من بشره دهنيه لبشره حساسه. طيب ودي لازم تتشاف مسام واسعه زي الاف بتقول مسام الوش واسعه ففي بثور بيضاء بثور بيضاء دي عايزه برضو كريمات وعايزه ليزر ده احسن حاجه بالنسبه لها وطبعا بتجيب نتيجه حلوه جدا. الوقت بيجري بسرعه ممكن يبقى عندنا والله يبقى في وقت او نص دقيقه تقول لنا احدث حاجه بقى للوجه دلوقتي طبعا في يعني الجلسات النضاره طبعا دي حلوه جدا جدا للبشره بتبقى البي ار بي اللي هي والبي ار بي طبعا اللي هي العلاج بالخلايا الجذعيه لعلاج البشره الحساسه ده احسن حاجه مع الكريمات طبعا. يعني بيحسنها ولا بيخليها تبقى بشره هو فكره البي ار بي ان انا بجدد الخلايا بتاعه البشره بطريقه طبيعيه. لان في كم جلسه على حسب من جلسه لثلاثه حسب الحاله على حسب الحاله كل طبعا ما كانت الحاله سيئه كل ما خدت عدد جلسات اكتر. ودايما بننصح البوست بقى البوست تريتمنت ان انا اعالج وبعد كده احافظ على النتائج اللي انا وصلت لها. طبعا انا بعتذر بالنيابه عن كل الموجودين عشان صفحتنا على الفيسبوك مليانه اسئله كتير ما لحقتش اقولها كلها بعتذر لحضراتكم. دكتوره مروه شرفتينا ونورتينا واتمنى لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله. بعد الفاصل وشيف نجلاء الشرشابي هتعمل دبابيس فراخ بالزبادي ورز بالمكسرات وكب كيك بالشوكولاته. تفضل معانا.